التقرير اليومي للحالة الوبائية في قطاع غزة الأربعاء 2/9/2020، حيث تم إجراء 1281 فحصا مخبريا في المختبر المركزي، وتم تسجيل 83 إصابة بفيروس كورونا حتى هذه اللحظة خلال 24 ساعة الماضية، كان من بينها 79 إصابة من داخل المجتمع وأربعة إصابات من داخل مراكز الحجر الصحي، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في قطاع غزة منذ مارس الماضي وحتى هذه الأثناء 483 حالة، كان من بينها 76 حالة تعافي، ولا زالت 402 حالة نشطة في مستشفى العزل تحت العلاج، منها 365 إصابة من داخل المجتمع و37 إصابة من العائدين، إضافة إلى 5 وفيات كان من بينها 4 وفيات من داخل المجتمع وحالة وفاة واحدة كانت في شهر مايو الماضي من بين العائدين. ولا زالت فرق التقصي الوبائي تقوم بإجراءات التقصي في كافة محافظات قطاع غزة لإتمام هذه المرحلة الحساسة وكشف وتتبع خارطة المخالطين في قطاع غزة، إضافة إلى أننا لا زلنا نؤكد بأن الحالة حرجة وتحتاج مزيد من الإجراءات المشددة وتحتاج إلى مزيد من الالتزام من المواطنين، خاصة وأن هذه المرحلة تحتاج إلى تضافر الجهود من أجل احتواء حالة التفشي وكسر حلقات التفشي ومنع تمدده في قطاع غزة. المواطن الفلسطيني هو الركيزة الأساسية في منع تفشي هذا الوباء في قطاع غزة. عفى الله شعبنا وسلمه من كل سوء.